تلاقي واحد تافه كاتب مثلا تعليق لباسم يوسف يقول له ايه، انت تدخل البسمة على قلوبنا. طب انت بالله عليك ماشي، قد نتفق انه الواحد ساعات يبقى دمه خفيف في موقف، في تعليق، في حاجة جميلة جدا، ما عندناش مشكلة. اقدر انكر ان احمد ادم بتاع ادم شو ده ولا الهطل اللي بيعمله على قناة الحياة وخلافي معه وببغضه في الله، اقدر انكر ان دمه خفيف؟ يعني دي حاجة ما يعني عايز اقول ايه، ده حق بني ادم دمه خفيف اه، انما دمه خفيف يطلع يتكلم في الامور اللي اتقالت مع حلقة نيكول سابق، والله ما سمعتها بس الشباب قال لي، يعني تخيلوا ده كلام كان ممكن يتقال تقبله يتقال مراتك قدام بنتك قدام اختك، انتوا ايه يا اخي؟ خلاص ما بقاش في دين ولا تربية ولا حياة خالص، ما خفة الدم موجودة، ويا ما سمعنا عن خفة الدم، بس من غير ما اقول هذا القبح اللي بتشجعوه. كان نفسي بس نفسي يوم ونعين حد فيكم يا انطاع يرضع يرد على المستشار مرتضى منصور، يا انطاع حتى صاحب المشكله نفسها واللي كان معاه، الاتهامات اللي اتقالت دي تهز جبال، مفيش نطع طلع قال للراجل انت ازاي تقول كده، لا في تويته ولا في بوست، كله كان كالاصم والابكم كانه لا سمع ولا ولا اتكلم ولا شاف، وكالاعمى ما يقدرش، لانه عارف انه لو لخبط هياخد على دماغه. ويبدو ان بعض الانطاع لا يسكتون الا بهذه الطريقه.